متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم إلى هذه النشرة الأسبوعية. كما عودناكم كل نهار يوم سبت نتحدث عن الطقس المتوقع في الأردن لمدة أسبوع إلى الأمام، الأحوال الجوية التي سادت المملكة خلال الأسبوع الماضي والتي كانت قارصة البرودة في العديد من أيامها لن تكون معنا في هذا الأسبوع. الأجواء نوعا ما تبقى باردة، ما زلنا في منتصف شهر شباط وبالتالي ما زلنا في فصل الشتاء، ولكن فرص الأمطار حاضرة في أكثر من يوم خلال هذا الأسبوع. نتحدث ونبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة ليلة السبت على الأحد ونهار يوم الأحد. تتهيئ تدريجيا فرص هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة على وجه الخصوص وبعض المناطق الوسطى في ساعات نهار يوم غد الأحد. نهار السبت كان الطقس مستقر بوجه عام مشمس في العديد من المناطق، لكن هذا الاستقرار لن يدوم بمشيئة الله نهار يوم الأحد مع انخفاض درجات الحرارة بالمقارنة مما كانت عليه الأحوال الجوية ودرجات الحرارة نهار السبت. تنخفض مثلا في العاصمة عمان إلى 13 درجة مئوية مع فرصة لهطول بعض الأمطار، لكن كما ذكرنا تتركز فرصة الأمطار في المناطق الجنوبية من المملكة، ربما حتى تطال مدينة العقبة، ولكن إجمالا فرص الأمطار محصورة في مناطق جبال الشراء، مناطق الكرك وحتى قد تصل مدينة معان، مع وجود فرصة في مناطق أخرى من المملكة بمشيئة الله تعالى. ليلة الأحد على الاثنين ترتفع نسب الرطوبة بشكل واضح في مناطق واسعة ومختلفة من المملكة، مع فرصة لتشكل الضباب في مناطق السهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية. نهار يوم الاثنين ترتفع درجات حرارة قليلا، تصل في العاصمة إلى 14 درجة مئوية، تبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى، بعض الأمطار أيضا محتملة في ساعات الصباح فوق جبال الشراء، إنما كما نلاحظ في باقي مناطق سواء في مدينة العقبة في معان وفي حتى رويشد والمناطق الشرقية تتناقص فيها السحب ويكون الطقس غالبا مشمس مع ظهور بعض الغيوم المختلفة ما بين فترة وأخرى. درجة الحرارة حتى في تلك المناطق ترتفع قليلا عما كانت عليه الأجواء بمشيئة الله تعالى نهار يوم الاثنين. يوم الثلاثاء تتغير الأحوال الجوية، تنشط سرعة الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية لا سيما في المنطقتين الشمالية والوسطى، تزيد من الإحساس بالبرودة، رياح نشطة بشكل عام يوم الثلاثاء، قد تكون مصحوبة ببعض الهبات القوية أحيانا لا سيما مع ساعات المساء، تكون هناك بعض الأتربة المثارة أيضا في بعض الطرق الصحراوية، تظهر كميات من السحب والغيوم في باقي مناطق المملكة، مع العلم بأن بعض المناطق يطرأ عليها ارتفاع درجات الحرارة لكنه غير ملحوظ بسبب ازدياد نشاط سرعة الرياح. مع ساعات مساء يوم الثلاثاء تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار من جديد، خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى، وفي ساعات متأخرة من نهار من ليلة الاثنين على الثلاثاء على الأربعاء، وتكون هذه الفرصة أيضا مترافقة مع حدوث بعض العواصف الرعدية ربما خاصة في المناطق الشمالية من المملكة. يوم الأربعاء تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع بحسب آخر القراءات بأنها تجلب أمطار واسعة النطاق في مناطق واسعة من المملكة، تكون على شكل زخات رعدية أحيانا من الأمطار وربما تترافق مع بعض زخات من البرد لا سيما فوق بعض المناطق المرتفعة. درجة الحرارة تنخفض في العاصمة من إلى 10 درجات مئوية ويكون الطقس أقرب منه إلى الشتوي مما كان عليه في الأيام السابقة. فرص الأمطار حاضرة حتى في خليج العقبة وفي المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وبالتالي فرصة شاملة للأمطار نهار يوم الأربعاء إثر تأثر المملكة بهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. ربما يسأل البعض ما الفرق بين المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار. هذا النظام الذي يتوقع أن يؤثر المملكة نهار يوم الأربعاء ناتج عن امتداد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر وهو قادم من الجنوب، يعمل على نشوء ما يسمى بأحوال جوية غير مستقرة، لا يوجد جبهة هوائية باردة منتظمة، الأمطار تكون شاملة ولكن على شكل زخات ما بين الحين والآخر، وتكون أيضا رعدية في بعض الأحوال. يوم الخميس تبقى فرص الأمطار حاضرة لا سيما في المناطق الغربية من المملكة على وجه الخصوص، ولكنها تبقى أيضا موجودة ولكن بفرصة أضعف في جنوب وشرق المملكة. درجة الحرارة تقريبا 13 درجة مئوية في ساعات النهار في العاصمة عمان أو في إربد، وتكون أيضا الفرصة ما زالت متاحة لحدوث العواصف الرعدية، لكن كما ذكرنا يوم الخميس حسب آخر القراءات فرصة الأمطار تكون متركزة بشكل أساسي على المناطق الغربية المملكة، مع بقاء بعض الفرص لبعض الزخات في جنوب وشرق المملكة بما فيها أيضا خليج العقبة، ولكن الفرصة تكون هناك أضعف مما عليه الحال في باقي المناطق. يوم الجمعة تبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة على وجه الخصوص، مع حدوث ارتفاع متوقع على درجات الحرارة في جنوب وشرق المملكة، تعاود الأجواء للاستقرار بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم أحيانا، ولكن تبقى درجات حرارة منخفضة وتكون فيها الأجواء باردة بوجه عام. هذا طبعا هاي الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الأخير تقريبا من شهر 2 وهو القادم يلي هذا الأسبوع.
تكون هناك مؤشرات لعودة بعض المنخفضات الجوية الباردة إلى المملكة. ندعوكم دائما إلى الاطلاع على آخر التفاصيل عبر تحميلكم تطبيق طقس العرب أو زيارتكم لموقع طقس العرب الإلكتروني أو متابعتنا على منصات طقس العرب المختلفة. هذه النشرة الأسبوعية دائما لا تنسوا متابعتها عبر اشتراككم على قناتنا على اليوتيوب بتفعيل زر الجرس، وتصلكم هذه النشرات أسبوعيا يوم السبت. دمتم برعاية الله، وأتمنى لكم أسبوع موفق جميعا. إلى اللقاء.